ارجعي دقي لي على الضيعه. انت مالك زمان حاكي معهم وما حدا رد استاذ؟ مثل ما عم اقول لك اعملي، فهمتي؟ حاضر استاذ، رح دق لهم فورا. يا امي، هاي اول مره بتزوريني، ما عجبتك ولا احفادك اهتموا فيكي. شو هالغلطه اللي غلطتها؟ قديش طلعت ولد بسود الوش. وين رحتي؟ وين رحتي؟ ألو، يا أهلين فيك عمي. إيه فهمت عليك، هي ما رجعت على الضيعة؟ لا يا عمي مو ضايعة، راحت على شي محل. ما عرفت، بس ما تقلق عليها، ما بتتأخر. بصراحة ما بخفيك، أنا خايف شوي. إيه ولا يهمك. وينك يا أمي؟ وين رحتي؟ تمام أستاذ فرحات، خلينا نحتفظ بصورتها عنا، إن شاء الله منلاقيها عن قريب. لا تاكل هم، بس متأكد إنها ضاعت؟ بلكي راحت لعند الجيران مثلا. أمي ما بتعرف أي حدا بإسطنبول، كل اللي بتعرفه عنوان بيتي وبس، ومتأكد من هالشي. أصلا هي كبيرة بالعمر شوي يعني. إيه لا تخاف، منشوف شو بصير معنا ومنخبرك مباشرة. بتشكرك على مساعدة. ألو، تمام أستاذ فرحات، ممكن تجي لو سمحت؟ قالوا لي لقى وحدة، مرة ختيارة مجهولة الهوية، هي بعمر أمك وبنفس الملامة. وين هلا؟ بالمشفى. بأي مشفى؟ في سيارة مجهولة خبطتها لهالمرة، وحسب وصفك فهي بتشبه أمك كتير، ما هيك؟ حالتها خطيرة؟ اللي صاير لها شي؟ روق أستاذ، بس حتى نتأكد. لا تقلي ماتت، ليش ما خبرتني؟ اهدى اهدى أستاذ، طول بالك أخي، ممكن ما تكون أمك. أمي وين رحتي؟ ماتت قبل ما توصل على المشفى، يا ربي. وما لقوا معها هوية كمان. يا ربي. أستاذ فرحات ركز لو سمحت، اهدى شوي. هات قضاء وقدر. يا أمي. بس اتأكد هي أمك شي؟ ارفع له الغطاء، اطلع منيح أستاذ فرحات. العمر إلك، تعال معي اهدى. امتى رح تاخدي جثة؟ امتى ناويين تدفنوها؟ ما عرفت قيمتها وهي عايشة، رح ندفنها باسطنبول مشان اقدر زورها وقرأ للفاتحة. يا أمي. يا أمي. اهدأ أستاذ فرحات، خليك قوي، الله يصبركم عفراء. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاثق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سامحنا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. هي ماتت بسببكم، أنتوا اللي قتلتوا أمي. من شر الوسواس الخناس. هي تركتنا بسببكم وبسبب مسخرتكم كله، لأنها أجت من الضيعة. أنتوا اللي قتلتوا أمي. أنتوا لا إله إلا الله والله أكبر. فرحات لوين رايح حبيبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما عاد بدي أشوفكم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يا شبك فرحات شو جنيت؟ كيف بدنا نرجع على البيت؟ وإياك نستعين. اعمل اللي بدك يا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ماما لوين رايح بابا؟ ماما أنت لا تخلي يروح. الحق علينا يا أولاد، نحن أغلطنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.